تفاصيل الموضوع وال500 جنيه هيتم صرفها من الشهر ده وايه الفئات المستفيده منها وهيتم تطبيقها ازاي، ده اللي هنعرفه من الدكتوره حنان نظير مستشار المجلس القومي للاجور واستاذ الاقتصاد معانا على التليفون. دكتوره حنان مساء الخير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، مساء النور، ويا رب كل المشاهدين طيبين ومصر كلها يا رب. يا رب. يمكن اول خبر معانا في 2024 في التاسعه بيتعلق بزياده الاجور 500 جنيه لعمال القطاع الخاص. عايزين نعرف اكتر تفاصيل الخبر. احنا عارفين ان كان في جلسة للمجلس القومي للأجور في 26/10 وتم فيها اقرار هذه الزيادة على ان تطبق في يناير 2024. عايزين نعرف اكتر تفاصيل عن الموضوع، ايه الفئات المستهدفة، هيتم تطبيقها ازاي، وكيف سيتم متابعة المنشآت التي تعمل في اطار القطاع الخاص. طيب، احنا دلوقتي حضرتك عارف ان المجلس القومي للاجور يعني احد مهامه الاساسيه هو تحديد حد ادنى للاجور في القطاع الخاص. تمام. في الاقتصاد المصري المنشات الخاصه بالقطاع الخاص المخاطبه بقانون العمل رقم 12 لسنه 2003. فعشان نبقى واضحين، احنا بنتكلم على القطاع الخاص فقط، ولا بنتكلم على حكومه ولا بنتكلم على اي قطاع الاعمال العام. تمام. احنا بدأنا من سنة 2021 يمكن تم، وكان الأول مرة يتم وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر، وتدرج لغاية ما وصل لحضرتك الرقم اللي قلته دلوقتي 3500 جنيه، لأنه هو كان بدأنا سنة 23 في يناير 23 كان تم تحديده ب 3000 جنيه، تم رفعه إلى كان 2500 جنيه في شهر 7 23 تم رفعه إلى 3000 جنيه، ومؤخرا في الاجتماع اللي حضرتك أشرت إليه رفعنا الحد الأدنى للأجور ليكون 3500 جنيه بدءا من يناير 2024. تمام. مين المخاطب بالكلام ده؟ زي ما قلت لحضرتك كل العاملين في القطاع الخاص المصري بلا استثناء، يعني ما فيش استثناءات، كل العاملين في القطاع الخاص المصري بينطبق عليهم هذا المبلغ. فمش من المفترض ان يبقى في اي عامل موجود في الاقتصاد المصري في القطاع الخاص يعني اجره الشهري اقل من 3000 ونص. جميل. كان في يعني اوامر مباشره من وزاره العمل بالتفتيش على المنشات القطاع الخاص للتاكيد من تنفيذ القرارات دي. هنقابل حاجتين في المساله دي تحديدا، في بعض المنشات ممكن تقدم طلب بتاجيل تنفيذ القرار، وفي البعض ممكن يتهرب. ايه الاجراء القانوني المتبع في الحالات اللي زي دي؟ طيب، خلينا نفرق بين الحالتين اللي حضرتك قلت عليهم. مبدئيا فكره تأجيل أو استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور. أيوة. حاليا الآلية دي غير موجودة، غير متاحة. احنا بدأنا يعني يمكن سمحنا أو منحنا المنشآت في القطاع الخاص الحق إن هي تقدم طلب بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور. الكلام ده كان مع تطبيقه أول مرة في يناير 2021، نظرا طبعا لحضرتك عارف جائحة كورونا والمشاكل الاقتصادية والضوئق الاقتصادية اللي كان بيمر بيها الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والمنشآت. مظبوط. وبالتالي حفاظا على المنشآت ولتحقيق التوازن بين مصلحة العمال ومصلحة المنشآت، توافق المجلس حينها على أن يتم السماح للمنشأة اللي بتمر بأي ضائقة اقتصادية هي تقدم طلب للمجلس القومي للأجور وبيتم بحثه والبت فيه. ولكن دي كانت يمكن المرة الأولى والأخيرة اللي تم السماح فيها بالاستثناء. تمام. منذ ذلك الحين وحتى يعني يومنا هذا وآخر قرار، ما فيش أي استثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. الحالة الأخرى اللي حضرتك بتتكلم عليها هي حالة عدم الالتزام بقى. أيوة. أو عدم الامتثال لهذا القرار. زي ما حضرتك أشرت دلوقتي، وزارة العمل من خلال مديريات العمل هي الجهة المنوط بيها إن هي تفتش على المنشآت المختلفة. بالنسبة لكل قرارات وكل ما يتعلق بقانون العمل، سواء كان حد الأدنى للأجور أو غيره. فمفروض ان احنا عندنا آليتين، يا اما ان مديريات العمل نفسها بتنزل بشكل عشوائي على المنشآت وتعمل فحص لتتاكد ما اذا كان بيتم تطبيق اللوائح والقوانين المختلفه ولا لا، او العامل نفسه بيتوجه بشكوى لو المنشاه ما التزمتش بحد الادنى للاجور، بيتوجه بالشكوى دي للمجلس القومي للاجور مباشره او من خلال المنظومه الحكوميه الالكترونيه للشكاوى. وبتوصل لنا الشكوى، بنوجهها ايضا لمديريه العمل التابع ليها هذه المنشاه وبتفحص الشكوى. وبتتخذ بقى اللازم وفقا للاجراءات القانونيه المختلفه وفقا للائحه اللي بتنص اللي بتضبط المساله دي. هيتفضل جزئيه واحده دكتوره حنان،
العمال اللي هم في القطاع الخاص اللي هم هيطبق عليهم ال 500 جنيه الزياده، هل هم العمال اللي هم مؤمن عليهم بالفعل؟ لان احنا في بعض المنشات للقطاع الخاص بيكون فيها عماله مؤقته. لا خلينا بس العماله المؤقته مختلفه عن العماله المؤمن عليها. انت ممكن يكون عند حضرتك عماله مؤقته اللي بنسميها او الغير منتظمه او او أيوة. ويكون برضه مؤمن عليها. فالعماله المؤقته حاجه، والعماله غير الرسميه اللي هي غير مؤمن عليها دي وضع اخر. تمام. العماله غير المؤمن عليها يعني المشكله اللي هتواجهنا ايه؟ ان حضرتك دلوقتي لو هو غير مؤمن عليه عشان يجي يشتكي مفيش ما يثبت ما اذا كان بيحصل على الاجر ده ولا لا. مظبوط. فالعمليه بتبقى اصعب شويه وبيضطر ان هو بيتوجه للقضاء. والحقيقه احنا لما اتكلمنا يعني مع يعني عدد من القضاء، يعني في اليات مختلفه بيقدروا ان هم من خلالها يفحصوا الحاله دي لما بتروح لهم، وبيقدروا في بعض الاحيان حتى لو ما فيش ما يثبت بشكل مثلا عقد او بشكل اجر اشتراك تاميني هو بيحصل على كام، في شواهد اخرى بيتم استخدامها عشان يتاكدوا من صحه الشكوى من عدمها، ولكن طبعا بتبقى اصعب. فكل ما بيكون في العمل يعني العامل بيشتغل بشكل رسمي عنده عقد وعنده تامين طبعا يعني مؤمن عليه، ده بيسهل على فحص الحاله بصفه عامه. يعني نطمن اخواتنا العاملين في القطاع الخاص ان الحد الادنى للاجور في يناير 2024 هيكون 3500 جنيه. احنا كان عندنا زيادتين كده في 2023 يعتبر. بالظبط كده. بالزبط. قرارين بالزياده اقصد. بالزياده 500 في 500 يعني زياده 1000 ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله، ويعني نتمنى ان شاء الله الامور يعني يكون فيها متسع من الزيادات في الفتره اللي جايه تواكبا طبعا مع الحالة الاقتصادية والتضخم في الأسعار اللي بتشهده الدولة ومعظم دول العالم. الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور وأستاذ الاقتصاد، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا يا فندم، وبنأكد مرة تانية عمال القطاع الخاص هتزيد مرتباتهم هذا الشهر لتصبح 3500 جنيه كحد أدنى بعد ما كانت 3000 جنيه. نتمنى أن يكون بداية السنة بهذا الخبر هي انطلاقة لأخبار كلها بتهم المواطن المصري اقتصاديا في المقام الأول.